حملة لنكن على دراية، يمكن أغلبكم أكيد شافها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق أيضا الرسائل اللي توصل من البنوك للتعرف أكثر على هذه الحملة. في البداية أستاذة أنفال، خلينا نتكلم عن هذه الحملة لنكن على دراية، متى انطلقت وشنو سبب هذه الحملة؟ حملة لنكن على دراية هي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ومشاركة البنوك الكويتية. أطلقنا هذه الحملة بعام 2021 كحملة توعوية وطنية على مستوى الكويت، ومستمرين إن شاء الله في هذه الحملة. الحملة قاعدة تركز على جانبين. الجانب الأول هو الثقافة المالية، فيتم نشر مواد تثقيفية في مجال التمويل، الادخار، القروض الاستهلاكية وغيرها من الأمور المرتبطة في معاملات الأفراد اليومية. الجانب الثاني هو التوعية، ومن خلاله نحاول نزيد مستوى الوعي لدى العملاء بحيث أن هم يمارسون معاملاتهم بأمان وسلامة، وبحيث أن هم يتفادون عمليات الاحتيال، يتفادون الاستثمار في أي أدوات وهمية أو أدوات عالية المخاطر أو العملات الافتراضية وغيرها من هذه المواضيع. نعم، يمكن انطلقت في 21 خصوصا في هذه الفترة أستاذ أنفال، الناس بدأت تشتري عن طريق الأونلاين وصار التحويلات المالية كلها عن طريق الأونلاين والروابط اللي توصل، فوقتها كان سليم. لكن الحين من 21 للحين احنا ب 2023، هل نسبة الاحتيال في تزايد عندنا في الكويت؟ لله الحمد، نسبة الاحتيال كحجم وعدد عمليات الاحتيال في دولة الكويت مقارنة بالدول الأخرى يعتبر محدود، لكن مثل ما تفضلت تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة، تزايد استخدام وسائل الدفع الحديثة. إذا كان العميل ما عنده دراية كافية في كيفية استخدامها بالشكل الآمن قد يتعرض لعمليات احتيال. نعم، طيب الحين حماية حقوق العملاء في ظل هذا التطور الهائل اللي قاعد نتكلم عنه للخدمات المصرفية وما يصاحبه من مخاطر، أبرزها يمكن الاحتيال الإلكتروني، تنوع أساليبه، شنو هي أبرز المخاطر اللي ممكن تواجه العميل؟ أبرز المخاطر أنه يتم الاستيلاء على بيانات المصرفية وتسرق أمواله، هذا يعني أكبر خطر ممكن يواجهه. لكن يظل العميل هو خط الدفاع الأول والأهم للتصدي لمثل هذا النوع من عمليات الاحتيال، لأن المحتالين يعني يستخدمون وسائل وأساليب حديثة ومتطورة. قاعد يتفننون أستاذ أنفال. بالضبط، ويعني ما يسمى بالهندسة الاجتماعية اللي هو سوشيال إنجينيرينج، فيحاول أنه، وهذا يعتبر فن، يحاول أنه يقنعك أنك تفصح عن بياناتك. شلون؟ عن طريق أنه مثلا ينتحل شخصية موظف بنك ويقول لك والله فزت بجائزة وأنا بودع مبلغ الجائزة في حسابك، فعطني بياناتك عشان أودع المبلغ. أو أنه يقول لك أنه أنا موظف بنك وأحتاج بياناتك مثلا في إنجاز معاملة أو غيرها. فهذه الأساليب نحتاج أن إحنا نكون واعين على أساس أن نتصدى لها وما نعطي بياناتنا ونشاركها مع المحتالين. ودي أعطي مثال هني بعد على واحدة من عمليات الاحتيال اللي صارت بالفترة الأخيرة. لما تدخل سوشيال ميديا يطلع لك دعاية سبونسرشيب على أي منتج كان. منتج صحيح. فكان في واحدة من الدعايات على شركة تعبئة مياه. حلو. تدخل على رابط تعبي بياناتك المصرفية. طيب. على أساس أن أنت بتشتري كراتين مي. يوصلني للبيت. لكن بالواقع أنت دافع مثلا مبلغ 10 دنانير، تتفاجأ أن الخصم من حسابك 500 دينار وفوق. فاللي صار شنو؟ أن هذه صفحة وهمية وليس صفحة صحيحة للموقع. نعم. والمحتال خذ بياناتك كلها واستخدمها في خصم من بطاقتك واستخدمها في عمليات شراء أنت ما تدري عنها. يعني البيانات، بيانات المصرفية مستحيل أشاركها أيا كان. طبعا. بس إذا كان في بعض الصفحات، يعني كنا قاعد نسولف بأن للحين في ناس تطيح في نفس الأخطاء اللي سمعتها من اللي حولها، يعني ما قاعد يتعظون لما هو بنفسه يطيح فيها. صح، هذا اللي قاعد يصير حاليا. يعني لابد ان الواحد يكون حذر، فاللي ما ياخذ احتياطاته وما يكون حذر يقع في هذا النوع من العمليات. راح يوزع عاد بياناته. طبيعي. للكل. شلون يحمي العميل نفسه من الاحتيال؟ اهم شيء انه ما يشارك بياناته، مثل ما قلت انه هو العميل هو خط الدفاع الاول والاهم. طيب. فلازم نتذكر ان البنك ما راح يطلب منا بياناتنا. حلو. لا عن طريق رساله نصيه ولا بريد الكتروني ولا اتصال هاتفي. هذه مستحيل. بالضبط. انا ذا يعني اتصال ويفترض ان اتحقق من هويه المتصل. اذا دخلت على رابط اول شيء اسويه ان اقرا عنوان الرابط. نعم. فمثلا اذا جهه حكوميه يفترض ان يكون نهايه الرابط gov.kw اللي هي government kuwait، جهه حكوميه.
إذا كان الرابط راح أقوم من خلاله بعملية دفع، فيفترض أن أتأكد أن أول شيء يكون في علامة القفل، وبعدها يكون HTTPS. S شنو معناتها؟ معناتها secure، معناتها أن الموقع هذا آمن وحاصل على شهادة أمنية تخلي البيانات اللي تمر من خلاله تمر بطريقة مشفرة، اللي هو في البداية بالضبط HTTPS اللي تكون بداية العنوان بالضبط. قبل أن إذا ما كان في القفل والHTTPS ما يفترض أن أدخل بيانات بطاقتي من خلاله، حتى لو كانت الصفحة مبينة لي أنها شنها فعلية. بالضبط. الشغلة الثانية ويمكن تصير وايد بالسفر وإحنا داخلين على موسم سفر، نستخدم الببليك واي فاي سواء بالمجمعات بالفنادق. فلو تلاحظون أول ما تشبك على هذه الشبكة يقول لك إن this is unsecure network، إن هذه شبكة غير آمنة. غير آمنة. شنو معناتها؟ معناتها كل البيانات اللي تمر من خلال هذه الشبكة تمر بطريقة غير مشفرة، فبسهولة ممكن اختراقها. فما يفترض أن أنا أدخل على تطبيق الهاتف النقال الخاص بالبنك أو أدخل أي بيانات مصرفية من خلال شبكة الواي فاي العامة الببليك واي فاي. هذا شيء مهم لازم نحرص عليه خصوصا إذا كنا مسافرين. أمر آخر، إذا مثلا سوينا شوبينج أونلاين، تسوق أونلاين، إذا أنا داخل على الموقع أول مرة أو مو متأكدة من مستوى الأمان في هذا الموقع، فما يفترض أن أحتفظ في بياناتي في هذا الموقع. لو تلاحظ لما توصل صفحة الشيك أوت سيف، يقول لك تبي تسوي سيف ولا أن لا أن تستخدمه مرة واحدة. فلا، قول أن أنا لا تختار أن أنت تسيف بياناتك. حلو. هذه شغلة مهمة. الشغلة الثانية، في ناس مثلا تستسهل ان تحفظ بيانات البطاقه والرقم السري بالنوتس عندها بالموبايل بالضبط. على اساس ان اذا نسيت ارجع موجود. فننتبه حق هالشغله لان هذه تفتح المجال لاختراق بياناتنا. المفروض اذا انا بحتفظ بياناتي احتفظ فيها بمكان ما يعرفه شخص ثاني غيري، ويكون بمكان امر غير التليفون. حلو. إذا دخلنا على تطبيق الهاتف النقال الخاص بالبنك أو الإنترنت بانكينج، نحرص أن بعد ما ننتهي من إجراء العملية أن نسوي ساين أوت، العلامة اللي تكون فوق بالأحمر أن تسجيل خروج، موني بس أطلع من أي التطبيق. بالضبط، لأن لو لا سمح الله مثلا أحد آخر بيستخدم الجهاز بعدي، إذا كان خصوصا إذا كان جهاز كمبيوتر، ففي احتمال أنه يقدر يدخل على صفحة خلينا نقول هي انترنت بانكينج او الموبايل بانكينج الخاصه فيني. نعم. يعني هذه الامور يمكن الاساسيه، وايضا عدم مشاركه الاو تي بي دائما نكررها. هذه دائما الاو تي بي اساسا لما توصل لك الرساله يقول لك نهايه الرساله لا تشارك هذا الرقم مع اي احد، وان هذا رقم خاص فيك، فيفترض ان احنا ما نشاركه مع اي احد. هذه اهم الامور اللي واجب مراعاتها من قبل العملاء وتساعدنا في تفادي الاحتيال. يعني يمكن هذه من ابسط الامور، اذا واحد بالضبط. طلب منك الاو تي بي اعرف ان هذا احتيال، صح، لانه مستحيل احد يطلب منك هذا الرقم. في امور اخرى اللي هي البيانات البنكيه استاذ انفال، في بعض الصفحات اللي هو يحط لك التفاصيل كامله حتى مع اذا كانت اللي هو عن طريق بعض البطاقات اللي فيها سي سي في، صح، فانت تحط كل شيء، فيعني ثمانات يعني سلمتهم كل شيء. إذا راح منك مبلغ شنو الشيء اللي لازم أسويه؟ أوقف البطاقات. أول شيء توقف البطاقة، تبلغ البنك وتسوي ريست للباسورد على طول. على طول. هذه الأمور لا تنطر ينخصم زيادة. وحتى الحين إيقاف البطاقة ممكن تسويه حتى عن طريق تطبيق الهاتف الموبايل. إيه. صح. إذا بنتكلم عن الفئة المستهدفة من هذه الحملة لنكون على دراية. الفئة المستهدفة هي كافة شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين بكافة شرائحهم العمرية. الفئة الحملة موجهة للجميع. جميل جدا، وهذه رسالة من طبعا مساء الخير لكل اللي يتعاملون في الأمور البنكية. ديروا بالكم وتابعوا دائما الفيديوهات اللي تحطها هذه الحملة لنكون على دراية، لأن فعلا أغلبها من أمور حصلت مع وناس، فإن شاء الله نتمنى أن ما حد يرد يطيح فيها. كل الشكر لك أستاذ أنفال على وجودك معنا في مساء الخير. شكرا لكم وشكرا للسادة المشاهدين. شكرا للأستاذ أنفال العسعوسي رئيس قسم الرقابة على نظم المدفوعات في بنك الكويت المركزي، تحت رعاية وحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد عبد الوهاب العدواني. أقام المعهد العالي للفنون المسرحية حفل تخرج دفعة 2022-2023 من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.